تنظم الاتحادية الجزائرية للتنس بالتنسيق مع رابطة ولاية تلمسان للعبة الدورة الدولية 9 للكرة الصفراء بمشاركة 20 دولة. تفاصيل أكثر في تقرير قوال فاطمة زهرة. تحتضن ولاية تلمسان الدورة الدولية 9 للتنس أواسط المنظمة من قبل الاتحادية الجزائرية للعبة بالتنسيق مع الرابطة الولائية لتلمسان بمساهمة مديرية الشباب والرياضة للولاية ووزارة الرياضة. مشاركة قوية شهدتها هذه الطبعة والتي ضمت 20 دولة من بينها إنجلترا، جنوب إفريقيا، المغرب، فرنسا، ألمانيا وروسيا. الجزائر جميلة، لدينا يومين أو ثلاثة أيام هنا، الأجواء رائعة وتنظيم الدورة جيد. معناتها فرحونا بالبطولة نتاع الجزائر ونحن فرحانين اللي هما قدموا لنا برشا حاجات. المشاركة الثانية تاعي في ETF تاع تلمسان. إن شاء الله نديروا ريزولت آخر من العام اللي فات. تقام فعاليات الدورة على 6 ميادين للتنس بالمنصورة التي أعيد ترميمها مؤخرا لتصبح صالحة لاحتضان منافسة دولية، حيث تم تنصيب مدرجات تسع ل200 متفرج رغبة من المنظمين في إنجاح الدورة. وتراهن الاتحادية الجزائرية لكرة الصفراء على اللاعبين الجزائريين المقدر عددهم بثمانية لاعبين من بينهم 4 فتيات، حيث ستكون فرصة لهم لتحسين تصنيفهم الدولي بالنقاط التي سيحصلون عليها.